صبحكم الله بالخير مشاهدينا، صباحنا معاكم يتجدد بشكل يومي ولقائنا يحلى بتواصلنا معاكم عبر برنامجكم برنامج صباح الشرقية، وأكيد نتمنى لكم متابعة شيقة برفقتنا. صباح الخير عمر. صبحك الله بالخير يا عاشة، وأكيد صباح جميل ينطلق برفقتنا في مشوار هذا الصباح إن شاء الله من الشرقية. إن شاء الله أكيد أصبح على كل متابعينا. اليوم موضوعاتنا متنوعة وكلها تصب في التراث الجميل وأيضا العميق. خلكم ويانا مشاهدينا في هذه الحلقة، وأكيد راح تستانسون معنا، يا حياكم الله. ومثل ما ذكر عمر أن في كل حلقة أكيد يكون موضوع معين. اليوم إن شاء الله حلقتنا بتكون عن التراث، أو نقدر نقول جانب التراث بياخذ أكيد حيز كبير من حلقة اليوم. والحين مشاهدينا خلنا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. صناعات متنوعة للتلي رغم تطور الزمن. المرشد البيئي برنامج للناشئة في مركز الحفية. دار رعاية المسنين في الشارقة تنظم فعاليات لكبار السن. مشاهدينا طبعا كانت هذه عناوين حلقتنا اليوم، بعد ما عرفناها بناخذكم في جولة لآخر الأخبار المحلية الخاصة بدولتنا الحبيبة وإمارتنا الباسمة وأكيد منطقتنا الشرقية. أخبار اليوم أيضا مشاهدينا كلها من صحيفة الخليج. أول خبر، سلطان يعتمد 260 منحة في كلية المجتمع بجامعة الشارقة. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 226 منحة دراسية لطلبة كلية المجتمع. يعني مشاهدينا قبل فترة أو قبل أيام اعتمد صاحب السمو على منح مقدمة لجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية، والآن أيضا للدراسات العليا ونقدر نقول منها الماجستير والدكتوراه. واليوم مشاهدينا أو خبرنا اليوم أنه اعتمد على 260 منحة في كلية المجتمع بجامعة الشارقة، وهذا يدل على اهتمام صاحب السمو الدائم بالتعليم وحث أبنائه أكيد للوصول إلى أعلى مستوى من التعليم. هذا كان أول خبر عندي من صحيفة الخليج. أما خبرنا الثاني مشاهدينا، مكتب الشارقة صديقة للطفل يطلع أو يطلع المجلس الاستشاري على خدماته. اطلعت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال استقبالها لوفد مكتب الشارقة صديقة للطفل في مقر المجلس على مختلف الخدمات الرائدة والجهود والدور الحيوي الذي تؤديه لرعاية وحماية الأسرة والطفل واليافعين في المجتمع. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمته الدكتورة حصة الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل ومعاونوها، وتناولوا عدد من الأشياء والدور المثمر والمستمر للمكتب في توفير الدعم للأطفال وأمهاتهم وأسرهم في إمارة الشارقة وأكيد المدن التابعة لها. كما أكد مشاهدي المكتب أن من الرؤى النيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي للاهتمام بأفراد المجتمع وفي مقدمتها الأسرة والطفل. يعني جميل مثل هذه الجهود نقدر نقول المبذولة عمر، بما أن إمارة الشارقة الآن أول مدينة عربية أو في الوطن العربي تنال لقب مدينة صديقة للأطفال واليافعين. يعني نحن فخورين بنيل إمارة الشارقة هذا اللقب. أكيد، وأيضا نحن الآن كلنا ثقة بأن أطفالنا إن شاء الله هم راح يقدمون كل ما هو مفيد في المستقبل، وأيضا نضمن مستقبل أطفالنا بالشيء اللي يحبونه في مجالهم، وأيضا بالحلم اللي هم رسموه في بالهم في يوم من الأيام. نعم، البداية نقدر نقول أن البيئة المتواجدة أن هي تهتم بهذه الفئة بما هم أطفال وأيضا يافعين. إمارة الشارقة ما تقصر من كافة النواحي، فأكيد إن شاء الله سيصبحون أطفالنا أطفال مبدعين مبتكرين إن شاء الله في المستقبل. صحيح. أما انتقالنا عاشة وأيضا مشاهدينا إلى صحيفة الاتحاد، وأخبارنا بالتأكيد اليوم منوعة. وأول خبر عندنا طبعا مثل ما ذكرنا لكم أخبارنا كثيرة لهذا اليوم، وأيضا من كثر الأخبار اليوم قمنا ندور ما بين الأخبار. طبعا الخبر الأول هو الشارقة تحقق أمنيات 36 يتيما بالتنسيق مع التمكين. طبعا في تفصيل هذا الخبر مشاهدينا، حققت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أمنيات
36 يتيما في الشارقة، وأيضا بالتنسيق مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وأيضا انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ودعما أيضا إلى مبادرة سدرة الأمنيات التي أطلقتها المؤسسة لتحقيق 1000 أمنية. طبعا أطلقتها هذه المؤسسة للأيتام المنتسبين إليها. وأشادت مريم المازمي نائب مدير مركز الاتصال المؤسسي في دائرة الأشغال العامة طبعا في الشارقة بالتجاوب مع هؤلاء الفئة وهم الأيتام، وأيضا كان هناك تجاوب لافت وإيجابي من قبل فريق الدائرة في مختلف الأقسام وأيضا الفروع بتحقيق هذه الأهداف. وأيضا مثل ما ذكرنا وصل العدد إلى 36 أمنية تم تحقيقها لهذه الفئة، وأيضا الهدف إن شاء الله أنهم يوصلون إلى 1000 أمنية يتم تحقيقها إلى الأيتام. حلو. هنا نرى الاهتمام حقيقة صحيح. في هذه الفئة الأيتام حقيقة يعني يحتاجون لهذا الجو، لهذه المبادرات الجميلة، يحتاجون لوقفتنا معهم، لقربنا منهم، وأيضا نحن نحتاج إلى قربهم أكثر ما هم يحتاجوننا أمانة. صحيح، جميل مثل هذه المبادرات عمر اللي هي مثلا تدخل البهجة والفرحة في قلوب الأيتام من خلال هذه المبادرات اللي هي المبادرات اللي تطلقها دائما نقدر نقول جهة تمكين. نعم. صحيح. أما انتقالنا للخبر الثاني عاشة وأيضا مشاهدينا وهو لمسرح كلباء. طبعا كلباء للمسرحيات القصيرة يحتفي بتجربة صابر رجب. أما في تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا، طبعا يكرم مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته السادسة طبعا التي تنظم في الفترة ما بين 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادمين الفنان الإماراتي صابر رجب، وهو طبعا مواليد 1964 الله يعطيه طولة العمر، تقديرا لمسيرته الفنية في مسارها أو مساراتها المتنوعة، وتثمينا أيضا لجهوده المسرحية بصفة خاصة في المجالات التمثيل والإخراج وأيضا التأليف. وقال في بيان صادر عن إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة بأن الاحتفاء بتجربة الفنان صابر رجب يأتي في سياق مشروع مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وأيضا الهادف إلى استعادة وقراءة التجارب المسرحية التي أثرت في المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية وأيضا على مدار العقود الماضية، وهو تسليط الضوء على خصائصها ومزاياها. وأيضا أعرب صابر رجب عن سعادته لاختياره شخصية المهرجان في دورته السادسة، وقال أرفع أسمى آيات الشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة على الدعم اللامحدود للمسرح والمسرحيين، وهذا الدعم هو ما يضاعف مسؤوليتنا كفنانين إماراتيين طبعا ويحفزنا على المزيد من الإبداع. كما شكر رجب إدارة المسرح بدائرة الثقافة مثمنا هذه التجربة، وأيضا يتمنى المزيد من العطاء من الأجيال القادمة. لذلك نرى هنا الاستفادة من الخبرات التي سبقتنا في هذا المجال. المسرح أمانة هو يعتبر من المحركات الأساسية في هذا المجتمع لتحريك الطاقة، لأيضا اكتشاف المواهب بمختلف فئاتها وأعمارها. وأيضا صابر رجب أمانة عشان أعرفها معرفة شخصية، شخص هو يعطيك دافع كبير حتى لو كنت يعني ما تمتلكين ذاك الموهبة، ولكن هو بإصراره عليك وأيضا تشجيع لك يخليك تمتلكين وأيضا تكتسبين موهبة في هذا المجال. نعم جميل، يعني أن هنالك ما ينسون نقدر نقول طبعا. أصحاب الخبرات الطويلة الفنانين اللي موجود ما زال موجودين في الساحة الفنية من خلال صحيح. التكريمات وأكيد من خلال المهرجانات التي تقام، يعني مثل هذه المهرجانات أن الواحد ممكن يعطي أكثر وأكثر أكيد صحيح. بالنسبة للفن وأيضا بالنسبة للأجيال الموجودة والأجيال الشابة اللي تكون على خشبة المسرح. أكيد. نعم. عاشا وأيضا مشاهدينا ننتقل معكم لتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس في المنطقة الشرقية وباقي مدن إمارتنا الحبيبة، خلونا نتابع.
طبعا مثل ما تابعنا درجات الحرارة وحالة الطقس لهذه الأيام، وأيضا الجو حار ومشمس، ونتمنى في الأيام القادمة تكون أجواء جميلة وغائمة، وأيضا هناك أمطار رحمة إن شاء الله في يعني قراءتي اليوم عند عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف أن هناك إن شاء الله بيكون انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وأكيد نتمنى أنه يكون انخفاض كبير أيضا إن شاء الله. أكيد يا عشان. نعم الاسم بعد هذه الأجواء يعني انتقالا من الأجواء الجميلة وإن شاء الله الماطرة في الأيام القادمة. نعم. راح ننتقل لموضوع نقاشنا في هذه الحلقة. طبعا موضوع نقاشنا في هذه الحلقة راح يكون عن التراث، وأيضا نعم. بما أن الحين راح نتكلم عن التراث عشان تقدمتي ما شاء الله عليك الكثير من البرامج التراثية. نعم. لذلك السؤال هني، طبعا احنا نعرف أن الأجيال تتغير اهتماماتها عن الجيل السابق. نعم. فبرأيك الشخصي كيف أنه ممكن نجذب اهتمام هذا الجيل؟ نعم. ونحببهم بالتراث ونغرس فيهم هذه القيم الجميلة من التراث جميل. الجميل يعني أنا في البداية قبل ما نغرس نحن في أبنائنا مثلا حب التراث، نغرس في أنفسنا حب التراث. جميل. يعني نصطحب أطفالنا إلى مثلا نقدر نقول مجالس كبار السن، مثل ما نقول أن المجالس مدارس، المجالس كافية لتعليم الأطفال العادات والتقاليد وأيضا تحببهم في التراث. نحن الحمد لله في إمارة الشارقة اهتمامها بالتراث اهتمام كبير، دائما نشوف أيام الشارقة أيام الشارقة التراثية أكيد بأركانها المختلفة، بالناس نقدر نقول بالبيئات المختلفة، وناس مختصين من هذه البيئات يون يحاورون الأطفال وأكيد يحببونهم أكثر بالأطفال. فهني أحس أن العاتق الأكبر على أولياء الأمور اصطحابهم مثلا للناس كبار السن. يعني نحن بصراحة نستانس لما نقعد مع كبار السن، دائما تحس مع كل قاعدة نستفيد بشيء كبير عمر، من ناحية المفردات التراثية، من ناحية المعلومات التراثية، الحياة القديمة. زيارتهم لمثل هذه الأيام الحمد لله المدارس هني أبدا مو بمقصرة. مادة التربية الأخلاقية عمر الآن ركزت أيضا على الجانب التراثي من خلال هذه المدارس. وزارة التربية والتعليم مشكورة أيضا ركزت على هذه المدارس. صحيح. البرامج، دور الإعلام جدا مهم. البرامج التراثية يعني نحن للأسف نشوف البرامج التراثية فقط في رمضان. صحيح. أو أغلبها في رمضان اللي هي البرامج خاصة المسابقات وغيرها. فنحن نتمنى أن البرامج التراثية تكون بشكل موسع وعلى مدار العام. ممكن هذه أيضا تحببهم في التراث، وأكيد طريقة الطرح بالابتعاد حتى التكنولوجيا ممكن نحن ندخل في الجانب التراثي من خلال مثلا الألعاب. ليش ما تكون هنالك في ألعاب تراثية تعليمية؟ يعني في فكرة من فترة كانت للطالبة أن هي إدخال الجانب التراثي من خلال ألعابها، من خلال المفردات، الأسئلة، فهذه أكيد تحبب الأطفال في الجانب التراثي أو عيالنا اليوم في الجانب التراثي. ما شاء الله عليك عاش، أنا قلت لك بس كلمة التراث انهديت. هذا دليل على أن نحن فعلا قلبنا على هذا التراث. صحيح. وأيضا حابين نضمن هذا التراث أنه ينتقل للأجيال القادمة. وأنا برأيي مثل ما ذكرتي المسؤولية تقع على عاتق أولياء الأمور، مش بالتعليم أو التلقين ولكن بالقدوة. نعم. لازم صحيح. أنا كولي أمر أني أنا أسوي هذه الأشياء الجميلة وهذا السنع أمام أبنائي لهم يتعلمون هذه الأشياء خلنا نقول النظر لهذه الأمور ويتعلمونها خلاص صار لا إراديا. نعم. وأنا أعتقد أن البرامج هي تأتي مش لتعليم، هي لتدعيم هذه استكمال نقدر نقول أو استكمال أو خلنا نقول هو إثراء لهذه المعلومات. نعم. إعادتها بشكل أبسط. نعم. من خلال البرامج التي تقدم خلال هذه الشاشة. نعم. فبالتالي نحن كأولياء أمور أول شيء تقع المسؤولية علينا، وبالتالي يعني اقتراح شخصي يعني يليت في المدارس حتى تخصص حصص للتراث الإماراتي. نعم. حلو. هذا راح يكون شيء جدا جميل حتى بالنسبة للمنتسبين غير المواطنين المقيمين وحتى الزوار اللي ما شاء الله عليهم يروحون في هذه المدارس يقدرون يستفيدون ويتعلمون التراث الإماراتي. نعم. وينقلونه حتى لجميع البلدان. نعم. فهذا صحيح. أيضا شيء جميل، ونتمنى من وزارة التربية والتعليم أنهم يرون إلى هذا الاقتراح. ما بسجل براعة اقتراح أو الحقوق الملكية الفكرية في هذه الفكرة. نعم ما شاء الله تكون هذه النصيحة يعني تؤخذ بعين الاعتبار عمر. صحيح. بما أننا مشاهدين حلقاتنا أكيد اليوم تراثي أو حلقتنا تراثية وفقراتنا تراثية، بروح لفاصل قصير وبنرجع إن شاء الله للقسم الشيق من حلقة اليوم. خلكم ويانا يعني.